كليك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. بالنسبة أسترازينيكا كما قلت لك احنا تلقيح اللي مش يجيونا في إطار مبادرة كوفاكس، وتعرفوا المبادرة هذه تشرف عليها المنظمة العالمية للصحة مع اليونيسيف وعدة منظمات دولية، تلقحوا منهم عديد الملايين في العالم. سجلوا تم تسجيل بعض المضاعفات اللي لحد الآن ما تمش بيان اللي هي ثم علاقة مباشرة بين التلقيح والمضاعفات هذه. احنا كما تعرفوا نتبع بصفة عندنا لجنة علمية خاصة للحكاية هذه، تتبع بصفة دقيقة كل التطورات العلمية، وكما تعرفوا اليوم المنظمة العالمية للصحة والهيئة الأوروبية للدواء مش يعنوا عن نتائج متعلقة بالمضاعفات هذه، هل هي لها علاقة بالتلقيح هذا ولا لا. أما نحب نأكد في كل حالة تونس ما تلقح العباد المواطنيها إلا التلقيح السليمة والناجع، هذا يتأكدوا منه ثم ثقة إذا ما تكون بينات المواطن وبينات المنظومة الصحية متاعه. احنا من العبوش في الحكاية هذه، كما تعرفوا وزارة الصحة عندها هيئات علمية خبيرة في المجال، وتقول اليوم برك في ثم لجنة علمية مش تجتمع مع منتصف النهار مش تدرس الموضوع هذايا وتاخذ توصيات اللازمة في المجال. باش نقول كلمة على حكاية الأسترازينيكا، دونك سيد وزير كما قال لكم دونك ثم معناها دراسات اللي هي صايرة باش يشوفوا بالضبط هل معناها الأعراض الجانبية المخطرة اللي ظهرت واللي هما نقولوهم بالفرنسية تروبل دو لا كواغولاسيون، معناها فما حكاية نجم تعطي معناها الدم يولي ما عادش يمشي بالكدا، نجم يعطي معناها عدة أمراض بما فيهم القلب وبما فيهم معناها دي زاكسيدون فاسكولير سيريبو سكون أبل. كي نجيو نشوفوا خاطر هذوما توا تعطاو ملايين من الجرعات للناس، نلقاو عدد معين من الأعراض هذه، الأعراض الحالات اللي صارت فيها هكا. لكن كيف نشوفوا مقارنة في بصفة عامة في المجموعة نتاع الناس كي ناخذوا الملايين نلقاو فرد عدد أبوبخي. شو معناها؟ معناها العلاقة بين الأعراض هذه ولا الحالات هذه مهاش معناها متأكدين اللي هي نجرت عن التلقيح، وفما دراسات لا هي تصير توا، وكان فما حاجة سي نورمال هو اللي ياخذ تلقيح ويعمل حاجة بتصير نجمو اونغيت، والا يقول لك لا نكملوا ونعملوا معناها التحاليل والدراسات ومن بعد نجمو نعاودوا ناخذوا راهو. دونك احنا كما قال السيد وزير دونك احنا منخرطين فما عندنا دي باز دو دوني نمشيو لهم ونشوفوا فيهم الحالات هذه اون طون غيال، منهم باز هذه يسميوها اوبسالا اللي احنا عندنا فيها اكسي، هي مش بوبليك فهمت، فيها اكسي واللي هي نقيموا في الوضعيات، وكان فما ادنى حاجه اللي هي معناها فيها علاقة نجم تكون بالتلقيح باش ناخذوا الإجراءات اللازمة، وباش تصير في كل معناها ما فما حتى مشكل، والتلقيح زاد مازال عندنا معناها ماهوش باش يعطل لنا حتى البرنامج نتاع التلقيح.